بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. قبل ما نستكمل سفر يشوع تعالوا نشوف التقسيمة بتاعت السفر لأنها تلوها بسيطة قوي. هو السفر كله عبارة عن ثلاث أقسام والقسم الأولاني هو الطويل شوية وفي حكايات كتير. القسم الثاني بالرغم أنه إصحاحاته كتيرة لكن فيها أسماء كتير مفيش تفاصيل يعني. والجزء القسم الثالث ده عبارة عن وصايا يشوع الوداعية. ايه الاقسام بقى؟ القسم الاولاني نسميه الحروب والنصرة، القسم الثاني نسميه تقسيم الارض، القسم الثالث وصايا وداعية ليشوع. الوصايا الوداعية دي تفكرنا بسفر التثنية، فاكرين لما موسى كتب سفر التثنية على ان هي وصايا وداعية قبل ما يروح السماء، فنفس الكلام يشوع تلميذه قلده برضو، وآخر إصحاحين دول وصايا وداعية من يشوع للشعب قبل ما يموت. الجزء الأولاني هو ده اللي هنطول فيه شوية وناخده شوية بالتفصيل. الحروب والنصرة، يشوع علشان يخش أرض الموعد هيعبر نهر الأردن. من أول ما الحتة بتاعت يعبر نهر الأردن ويبتدي الحروب، الحتة دي واخدة خمس صحات لوحدها. أول ما يعبر نهر الأردن بقى ويبتدي الحرب هيبتديها في الإصحاح السادس، وهيبتديها بالمنطقة اللي في النص. المنطقة اللي في النص دول أشهر بلدين هيحاربهم أريحة وعاي، هو مش مذكور غيرهم، هما دول البلدين الكبار الموجودين في الجزء الوسطاني في أرض كنعان. بعد ما هيخلص معاهم الحرب هينزل يحارب الجنوب، بصراحة مش هو اللي حاربهم، هما اللي طلعوا له لوحدهم، جم ناس اسمهم الجبعونيين جروا في شكل يشوع كده هنشوف ازاي. فراح يتحالف خمس ملوك مع بعض بتوع الجنوب وقالوا نروح بقى ننتقم من جبعون اللي اتحالفت مع يشوع وننتقم من يشوع نفسه، لان جبعون دول عملوا لعبة كده وعملوا زي صلح مع يشوع بخديعة. فالخمس ملوك اصحابهم اتخانقوا معاهم، ازاي تروحوا تتصالحوا على يشوع ده العدو، فراحوا يحاربوهم هما ويحاربوا يشوع. ودي كانت ترتيب من ربنا، ان ربنا بدل ما يخليه يحارب بلد 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 ويضيع وقت راح مجمعهم له كلهم الخمسة وجم كلهم حاربوا راح كسبهم هم الخمسة. فالحرب بتاعت الجنوب تبدأ في الإصحاح التاسع، خدت التاسع والعاشر، حارب فيهم جبعون وحارب فيهم الخمس ملوك دول. طب كده يبقى يشوع خد الجزء الوسطاني وخد الجزء الجنوبي. طب بتوع الشمال، بتوع الشمال بقى لما سمعوا ان ده بيحصل راح اكبر ملك فيهم كده جمع الملوك اللي معاه كلهم وقالوا لا احنا هنستنى لغايه ما يجي لنا، لا احنا هنتحالف ونستعد له، وبقت اقرب للحرب العالميه. حرب بقى يعني ست ملوك كبار ومعاهم كمان قولوا سبعه وكلهم بقى مستنين يشوع، وراحوا نازلين على اساس انها تكون نهايته، ايه هيطلع مين يشوع جنب سبع ملوك بتوع الشمال دول كانوا عنفاء جدا بقى. وبالرغم من كده برضو ربنا وقف مع يشوع، فبقت الجزء الشمالي كله راخر اتغلب من يشوع. الحرب اللي فيها يشوع هو اللي راح لها بنفسه كانت هي أريحة وعاي، الباقي كله هم اللي جوله. زي مع موسى كده، مع موسى تقريبا ما فيش ولا حرب هو اللي راح لهم، هما في كل الحروب هما اللي طلعوا له، سيحون ملك الأموريين وعوج ملك بشان وبلاق بتاع رجل بلعام ده هو ما قرب لهمش، هو عايز يعدي بس هما ما رضوش يعدي وما رضوش يسلموه، لكن هما طلعوا يحاربوه. يشوع نفس الكلام، عدى نهر الأردن ولسه هيبتدي، ابتدى مع أريحة فعلا، وقعت الأسوار وحاربها، كانت بلد شريرة جدا يعني، الشخصية الوحيدة اللي قابلوها فيها كانت زنية وفتحة بيت كده، ببالك من بيت الشعب بقى، وعاي رخرة بيعتبروها زي سكنة عسكرية كانت جنب أريحة. فخلصت أريحة وخلصت عاي، دي يشوع هو اللي حاربهم، أما بيت الأماكن دي كلها رخرة هم اللي اعتدوا على يشوع، ويشوع كان دفاعا عن النفس، ربنا وقف معاه وكسبه. بعد ما كسبوا المنطقة كلها بقى هيبتدوا يوزعوا الأرض على نفسهم في الإصحاح من 13 لل 22 اللي بنسميها الفترة بتاعة تقسيم الأرض. ودي صحيح هناخدها يمكن في مرة واحدة بس هتكتشفوا برضو جمال غير معتاد
أو يمكن ما فكرناش فيه قبل كده، في أسماء وطريقة توزيع الأرض، هتلاقوا إن هي مش اعتباطا، وربنا عايز من وراها يوصل لنا رسالة معنا في منتهى الجمال، لأن نفس الأسماء دي هتتذكر هي هي في سفر الرؤية. فاكرين لما نقرأ سفر الرؤية ونلاقي إن أورشليم السمائية لقيت من سبط رأوبين 12,000 مختوم، ومن سفط شمعون 12,000 مختوم، إيه الحكاية دي وإيه تربطتهم وليه ربنا مرتبهم الترتيب ده، وليه خلى دول ياخدوا الحتة الفلانية ودول الحتة الفلانية؟ الحتة دي هنعيش فيها برضو مع بعض ونتأمل فيها. وأخيرا وصايا يشوع الوداعية في الإصحاحين الأخرانيين. يبقى احنا دلوقتي هناخد النهاردة والمحاضرة الأولى من المرة اللي جاية هناخد الحروب اللي فوق دي، هناخد الجزء بتاع الوسط ثم الجنوب ثم الشمال، وبعد كده نكمل بقية السفر. يبقى موسى أول جزء، سوري يشوع أول جزء هيحاربه أو يحتله أو ياخده أو يغلب الأشرار اللي فيه وربنا يسلمهم لإيديه، هو الجزء الوسطي اللي هو في، لو شفتوا في الخريطة عندكم هتلاقي يشوع واقف عند حتة اسمها شطيم. فاكرين لما قلنا هيعدي نهر الأردن هيلاقي نفسه وجها لوجه مع أريحة، يعني هتلاقوا أريحة قدام شطيم الناحية التانية. لو جبتوا الخريطة رقم 2 اللي معاكم، ادي شطيمة اهي، وتقسيمة الأصفار على فكرة أنا كاتبها تحت، يعني اللوحة اللي قدامكم الصورة اللي قدامكم دي أنا كاتبها بخط الإيد كده تحت اهي. اهي شطيم هيعدوا نهر الأردن زي ما هنشوف، هيلاقوا نفسهم في مقابل ايه؟ أريحة، وأريحة جنبها على طول عاي. ولو تاخدوا بالكم في كلمة تحت مكتوبة اسمها الجلجال، الجلجال دي هتبقى منطقة أساسية هتذكر كل شوية، لأن ده زي ما يكون يشوع هيتخذها عاصمة عسكرية ليه كده، هيقيم فيها هو والاتنين مليون اللي معاه كلهم هيقعدوا في الجلجال دي، ومنها يطلع يحارب فوق شوية ينزل يحارب تحت شوية، بس هي المعسكر بتاعه حتة اللي اسمها الجلجال دي. الحتة ما بين شطيم وأريحة هيعبر شعب بني إسرائيل نهر الأردن، ده اللي هناخده النهاردة المفروض، من منطقة اسمها بيت عبرة مش بيت عينية، بيت عبرة يعني عبرة العبور يعني، وهتلاقيها مذكورة برضو في إنجيل يوحنا، كلمة بيت عبرة دي كانت لسه موجودة بنفس الاسم أيام السيد المسيح. وعارفين دي أنهي حتة؟ ده المكان اللي كان يوحنا المعمدان بيعمد فيه، هو بيت عبرة دي، مكان معدة شعب بني إسرائيل، يعني دي الحتة اللي اتعمد فيها مين؟ ربنا يسوع المسيح نفسه. عشان كده لما نيجي نقرأ دلوقتي ونقول نهر الأردن وعبور نهر الأردن ترمز للمعمودية، فعلا فضل الرمز ده معلق في دماغ الناس لدرجة ان يوحنا لما فكر يعمد الناس في العهد الجديد عمدهم في نفس المكان بتاع نهر الأردن ده، في نفس النقطة اللي عبروا من عندها شعب بني إسرائيل على إيد يشوع. تعالوا بقى نستكمل الجزء اللي بندرسه، واتفقنا ان الحرب بتاعت الوسط دي هتبتدي من الاصحاح الكام؟ السادس. يعني الخمس اصحاحات الاولانيين دول ايه؟ لسه بنسخن لغايه ما نعبر بحر الاردن، نهر الاردن، عند الاصحاح السادس نبتدي الحرب. فاول خمس اصحاحات نقراهم الاول وبعدين نخش على الاصحاح السادس اللي هو بدايه الحروب. احنا وصلنا للايه رقم 10 في الاصحاح الاول. فامر يشوع عرفاء الشعب قائلا، يعني لسه ربنا كان بيقول لي يشوع تشدد وتشجع وانا هقف معاك وما تخافش وهتعبر الاردن وكده. طب يشوع يوصل كلام ربنا للناس ازاي؟ ام اختار ناس رؤساء تحتيه وفوضهم اداهم المسؤولية علشان هم اللي يقودوا الشعب بعد كده؟ يبقى الرسالة يشوع خدها كقائد، بس هو كقائد ناجح مش هيقولها هو للشعب، لا هيعمل نفس اللي تعلمه من موسى. فاكرين موسى لما كان يقعد يحل كل مشكلة في الشعب بنفسه، راح جه حماه وقال له اللي انت بتعمله ده القيادة مش كده يا ابني، انت تبقى فوق على رأس الهرم بس تحتيك ناس والناس دول تحتيهم ناس تحتيهم، فين وفين يحلوا المشاكل الصغيرة على ما تجيلك مشكلة تبقى فعلا ما حدش عارف يحلها، لكن ما تقعدش انت تتصالح اتنين متخانقين. يعني نفس الكلام يشوع راح مكون تيم تحته وفوضهم وقال لهم ايه بقى؟ فأمر يشوع عرفاء الشعب قائلا جوزوا في وسط المحلة وأمروا الشعب قائلين هيئوا لأنفسكم زادا لأنكم بعد ثلاثة أيام تعبرون الأردن.
روحوا للشعب انتوا اللي قولوا لهم يستعدوا. ويستعدوا ازاي؟ ان هم يبقى معهم اكل وشرب، لان احنا هنعبر بعد 3 ايام نهر الاردن وما نعرفش الناحيه الثانيه بقى هيحصل ايه، فاحنا لازم نكون مستعدين. لكي تدخلوا فتمتلكوا الارض التي يعطيكم الرب الهكم لتمتلكوها. يعني قصه هنقابل هناك حروب بقى، بس لازم نكون مستعدين لها علشان نبتدي نحارب وربنا هيقف معانا. بصوا الجزء اللي قريته ده ينفع يدرس في علم القيادة، ازاي الواحد يبقى ليدر. يعني من الإصحاح ده يقعدوا يطلعوا نقط كده ويقول لك يشوع ده عمل نقط بنتعلمها النهاردة في علم القيادة ازاي. يقول لك اولا ربنا لما ابتدى معاك كلام قال له بص موسى مات. دي بنسميها ان الواحد يضع قدام عينيه الحقيقة من غير مواربة. عشان تنجح في قيادتك لازم تأكسبت ان عندك تحديات. موسى الكبير قوي الناس بتحبه ده مات خلاص، ما تقعدش تقول يا ترى ونفسي وفين ايام. أكسبت. خلي بالك اصلا مرتبينهم بحروف A B C D E F. فيقول لك اول حاجة أكسبت، زي ما ربنا عمل مع يشوع كده قال له موسى مات لكن انا هقف معاك. اتقوى، دي بنسميها بليف. عشان تبقى قائد ناجح وليك رؤية اول حاجة اكسبت التحديات ودونت ريجريت، ما تقعدش تترحم على اللي حصل لا قائد يعني هتبص لقدام. وافق على اللي حصل، انا عندي مشكلة في الشغل، انا عندي مشكلة مالية، انا مدان بكذا، مش وقت دلوقتي تقول اصل لو ما كنتش غلطت كان هيحصل، هما برضو ظلموني. لا اكسبت عشان نبص لقدام. رقم اتنين بليف في ربنا، تشدد وتشجع، وبليف ان يور سيلف، وامن بنفسك برضو. لان عشان كده ربنا قاله انا هديك وعد بس هديك وصية، وعد انا معاك ثق فيا. وايه رأيك بقى ان انا واثق فيك ان انت هتمشي معايا كويس؟ يتشجع كده يشوع. رقم تلاتة لازم يكون معاك مرجع وخطة. الخطة اللي ربنا اداها ليشوع ايه؟ الشريعة. يعني تخيلوا كده يشوع بيقول لربنا هروح احارب وهسلك بقى وهبقى انسان ناجح وليدر وكل حاجة، بعمل ايه يعني؟ فربنا قال له معاك الشريعة لا تميل عنها يمين ولا شمال. عارفين البروتوكول البوليسي، معاك نظام، ودي اللي بيسموها كونسلينج. رقم تلاتة في الإدارة to counsel، معاك حاجة مرجع هتكونسله، يا إما شخص يا إما كتاب يا إما هاندبوك. فأول حاجة accept believe counsel. بعد كده يشوع عمل إيه؟ جاب ناس تحتيه وفوضهم علشان يشتغلوا. دي اللي بنسميها من صفات القائد الناجح delegation. يعني ما تشتغلش بنفسك في كل حاجة، حط نفسك تحتيك مجموعة. وبعدين لما قال لهم هيئوا لنفسكم استعدوا، دي شوفوا الأمور قدامنا 3 أيام لازم نحسبها، دي اللي يقولك عليها evaluate، قيم الأمور. evaluate قيم، يلا عشان هنروح نحارب ونمتلك الأرض. دي اللي بيقولك إيه بقى؟ صحيح أنت هتأكسبت، هتبليف، هتكونسل، هتحط خطة، هتديليجيت، هتإيفاليويت، فاضل حاجة بقى فايت. الإف اللي فاضلة دي بقى يقولك فايت، حارب. لأن القائد الناجح قدامه تحديات وقدامه ريسك، بس هو نوى أنه هيحارب. وحياتنا الروحية كده برضو، يعني كنت بتكلم على أنها تشبه علم الإدارة، لكن إحنا حياتنا كده. أنا هأكسبت أن أنا فيها عيوب، أنا ضعيف، الموضوع ده أنا عارف الفلوس بتغريني، لساني بينطق كذب من غير ما اقصد، امبالسيف كده، لقى نفسي كذبت مع الموضوع مش مستاهل، ده عيب فيه. ومش هقعد اقول ما هو اصلها كذبة بيضة، لا ده عيب وكبير ولازم اروح اعترف واقر ان دي مشكلة فيه. لو عرفت ابتدي بكده ده بداية حل المشكلة. مش عارف ابتدي بالاكسبت ده، هنقعد بقى نلف وندور ولا عمرنا هنحارب ولا هنعمل حاجة. فاول حاجة هنأكسبت ان احنا فينا خطية، وان انا لو اتسبت لنفسي انا شرير، انا ما استاهلش اللي انا عامله ده، انا كان نفسي بافضل من كده بكتير قدامك يا رب، لكن ميول قلبي بايخه
بايخة تكسف. accept. رقم اتنين believe. صدق بقى ان ربنا بيقبلك جدا حتى وانت شرير جدا. وصدق ان انت صحيح بتعمل حاجات غلط لكن انت محبوب، انت مش وحش، انت بتعمل حاجات وحشة لكن انت محبوب عند ربنا. يقول لك God made you and God does not make mistakes. ربنا عملك، ربنا ما عملش اخطاء. ثق فيه وثق ان انت ابنه. سي كونسل، لازم يكون عندك زي شوع الشريعة، انا مش هحد عنها يمين ولا شمال. نصيح مش كويس، عملت اخطاء، انا مقبول عندك يا رب وهمشي وفق لكلامك، سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. بعد كده تيجي الديليجيشن. يعني ايه الديليجيشن؟ ايه رأيك تشغل معك ناس؟ انت فكرك انك هتخش الحرب مع عدو الخير بطولك؟ هتعمل نفس غلطة موسى اللي عمال يحارب مع كل الشعب لوحده؟ خد معاك أسلحة، يعني خد معاك قديسين، خد معاك ملايكة، خد معاك روح ربنا، خد معاك الجسد والدم، خد معاك أب اعترافك، خد معاك تمجيد وألحان وترانيم، لأنك مش هتقدر عليها لوحدك، لازم يكون معاك مجموعة. بعد كده إيفالويت، اقعد شو كل شوية مع نفسك، أنا وصلت لفين وعايز أكون أحسن في إيه؟ أنا في الصيام الكبير دلوقتي عايز بقى أذاكر سفر في كتاب المقدس يكون ما تفتحش قبل كده، عايز أديها شوية بقى إيه في الطقس والعقيدة دول، محتاجة لا تاريخ الكنيسة. حط لنفسك نظام وإيفالويت أنت ضعيف في إيه وهتهيئ نفسك بإيه. حط لنفسك تدريب، أنا ضعيف في الشهوة، يلا نحط إيفالويت الموقف، هنسيب إيه وهنشتغل على ايه عشان نبطل ايه. لازم نفكر فيه، لازم نيفالويت. يشوع مش هيعدي الاردن وبعد كده يكتشف ان معهوش ولا شرب ولا اكل وبيحارب اريحة، لا، عمل حسابه واخد معاه حاجات هتساعده. واخيرا لازم تبقى عارف ان قصة حرب، واسلحة محارباتنا وعدونا مش مع لحم ودم، هي مع قوات غير منظورة، وانا ناوي على الحرب دي. صحيح انا صغير جدا لكن انا واخد معايا اللي يقدر عليك. انا اضعف بكتير من ان حربك، لاني عارف ان الايه بتقول اكسبت، لكن بالبي اللي بتقول بليف وبالدي اللي بتقول انا واخد معايا حاجات كتيرة، انا اكسرك واكسر 20 زيك، مش عشان انا كويس، عشان اللي معايا. الذين معنا اكثر بكتير من الذين علي. فيقول لك الإصحاح ده زي إصحاحات كتيرة كده في الكتاب المقدس، تقدر تستنتج منها كيف يعد الله قائد. زي ما خدناها أيام موسى لو تفتكروا، لما قلنا موسى كان عنده صغر نفس رهيب وربنا عمال بيعالجه ويطلعه حتة حتة وبعدين يشجعه بهارون فين وفين يسيبه. فاكرين الجزئية دي لما قعدنا ندرسها؟ مثلا برضو يشوع جاي مستوي لأنه شاف نفس المنظر بيحصل في موسى، فربنا دخل معاه الليفل اللي وراه. يلا نعملها بطريقة بقى مظبوطة يا يشوع، جهز تحتيك ناس، وضب الدنيا، خد معاك الزاد، يلا بكرة هنحارب. في حتة عايز اقراها لحضراتكم بقى، اية رقم 13، سوري اية رقم 12. ثم كلم يشوع الرأوبيين والجاديين ونصف سبط منسة قائلا، ايه الناس دول؟ احنا معانا كم سبط؟ 12. في سبطين ونص لو تفتكروا من ايام سفر التوراة ما كنا بندرس بقى، سبطين ونص جم قبل ما نعبر نهر الاردن، يعني على الشرق، وراحت جه في دماغهم قالوا لموسى احنا عايزين الارض دي، مش محتاجين نعدي ولا حاجة. قال لهم مش احنا اتفقنا هنعدي كلنا مع بعض؟ ده ايام موسى، كان لسه موسى عايش. مش احنا لازم هنعدي وكلنا نورث مع بعض؟ قالوا لا ما فيش مشكلة، احنا هناخد الارض دي، ارض حلوة. فموسى حس ان القصة فيها خيانة كده، فراح قايل لهم طب واخواتكم اللي هيعدوا؟ اقول لكم على حاجة، انا اروح اسأل ربنا. فراح سأل ربنا، راح ربنا قال له وماله يا موسى؟ قال له ماله وماله ازاي؟ قال له بص، لو هم فعلا الارض كويسة ناخدها،
الله ملهاش صاحب، ولكن على شرط يعدوا معاكم نهر الأردن ويحاربوا معاكم الناحية التانية عشان يبقوش بيهربوا، وبعد كده يرجعوا في الأماكن دي يبقوا ياخدوها. شوف ربنا لما يلاقي حل يرضي جميع الأطراف، وين وين، لا دول اتضايقوا ولا دول اتضايقوا ولا حد خون التاني ولا أي حاجة. فطبعا الناس كلام جه على هواهم، قالوا طبعا أصل لو قلنا لأ نبقى خاينين، وإحنا مش خاينين، إحنا فعلا عايزين نحارب مع أخواتنا، ونشكرك يا رب إنك ما إيه ما كسفتناش. وفعلا خدوا الأرض اللي على شرق نهر الأردن. لكن دلوقتي جه الوقت بقى اللي هيعدوا نهر الأردن هو، فيشوع لازم يعدهم. ثم كلم يشوع الرؤوبيين والجديين ونصف سبط منسة، هم دول السبطين ونص اللي اقترحوا الاقتراح ده، رؤوبيم وجاد ونص سبط منسة، قائلا اذكروا الكلام الذي أمركم به موسى عبد الرب، قائلا خاف يحسن ايه يرجعوا في كلامهم، الرب إلهكم قد أرحكم وأعطاكم هذه الأرض، نساءكم وأطفالكم ومواشيكم تلبس في الأرض التي أعطاكم. يعني مش محتاجين ناخد معانا السيدات والأطفال، خليهم في الأرض هم، لكن الرجالة التي أعطاكم موسى في عبر، وأنتم يعني الرجالة تعبرون متجهزين أمام إخواتكم كل الأبطال ذوي البأس وتعينونهم حتى يريح الرب إخواتكم مثلكم. جميلة جدا الكلمة دي، يعني قول دول إخواتكم، لما ربنا يريحهم في الأرض الجديدة تبقى أنتوا ترجعوا لزوجاتكم وعيالكم، لكن لو سبتهم هنا وما عدتوش تبقوا خنتونة. ودي تشبه إيه؟ تشبه الناس اللي سبقونا وراحوا السماء وقاعدين مستنييننا، مع أن هم وصلوا خلاص، هم زي رؤوبيم وجادوا سبت نص سبت من السد وخدوا الأرض وبتاعتهم، لكن عمرهم ما هيسيبونا نحارب لوحدنا، برغم ان هم خلاص ورثوا، هم خلاص حطوا رجليهم في الفردوس، لسه ما لسه احنا اللي بنجهر على الارض، لكن هم عمرهم ما هيرجعوا خطوتين لورا ويسيبونا. ده بولس الرسول يقول ايه؟ ان قاعدين بصين علينا من فوق ومستنيننا، بصوا الكلمه، حتى لا يكملوا بدوننا، يعني يقعدوا يشاركونا في الحروب الروحيه اللي على الارض علشان يستنونا لما نطلع لهم. يعني قاعدين مركزين معانا الكنيسة المنتصرة للدرجة دي، وعملين بيشجعونا ويلا احنا مستنينكم، ويمدوا ايديهم ويحاربوا معانا كمان زي رؤوبيم وجاد ونص سبط منسة. صحيح في ناس كده عايشين بالمعنى ده يا جماعة، يعني في ناس المواضيع المعنى ده مش بعيد عليها ببساطة، هم عارفين ان القديسين دول حواليهم لكم. يعني بقول كده ليه؟ لان من كام يوم واحد من خدام وسطيكم نزل بيخدم في الصعيد مع خدماتكم، فراح بيت قابل واحدة غلبانة خالص، ايه تقول له انا اخويا هيتجوز فبحوش له علشان هو مش عارف يكفي الفرح، فقعدت تحوش له، يا استاذ صدقني بقى لنا كام شهر مش عارف ايه، حوشت 1200 جنيه تحوشت الفرح، وحوشت سكر عشان الشربات، ده مجهود يعني قاعد تحوش سكر، قوم الناس اللي مش كويسين، ارجع في يوم البيت الاقي البيت اتسرقوا ال1200 جنيه واتسرق السكر وعبيتين معلقاهم قدام خدوهم. فالاستاذ بيقول لها طب وعملت ايه؟ قالت له اعمل ايه، اوري له وش ازاي، ده مش عارف اتجوز. رحت داخل المطبخ جبت جاز دلقته على نفسي، ورحت جايبه الكبريت، انا مش عارف اواجه، شوفوا التفكير يعني. بس قالوا لي اوعي تعملي كده، انت كده هتموتي نفسك، ما ينفعش الكلام ده، انت لسه هتقعدي على الارض وتجهدي ومستنينك. طبعا هو مين هم؟ قالت له العذراء والبابا كرولوس. قال لها عذراء بعذراء ايه وبابا كرولوس؟ قالت له ايوه، ما كانوا قالوا لي بقى ان دي بيسموها انتحار. بقى انتحار دي؟ انتحار دي يعني ايه؟ معناها انتحار؟ قالوا لي دي كده اسمها انتحار، ما تنتحريش، انتحار دي يعني هموت نفسي يعني. قال لها انتحار يعني تموتي نفسك. قالت له فهم قالوا لي بقى، فروحت ما حرقتش نفسي. قال لها بابا كرولوس والعذراء مريم كانوا هنا؟ قالت لهم كانوا واقفين هنا كده على اليمين دي هنا كده. هم مش بيظهروا لك برضو وبيتكلموا معاك؟
لا الحقيقة ما بيظهروا ليش ويتكلموا معايا، بس انت خليك زي ما انت يعني. وبعدين قالت له ابدا اتدبروا الالف ومتين الحمد لله انقذوني ما بيسيبونيش الحمد لله. ايه ده؟ فطبعا بيحكي لي القصة دي. في ناس بسطة بمنتهى البساطة والتلقائية كده وما نسمعش عنهم يعني. منكم حضراتكم اللي راح الحتة بتاعة العور اللي هي فيها كنيسة الشهداء بتوع ليبيا هيسمع بقى ليل نهار حكاوي زي كده. ففي حاجة اسمها لا يكملوا بدوننا، وحوالينا حاجة اسمها سحابة من الشهود بتحارب معانا، ويمكن تكون بتخلص على حاجات قبل ما تجيلنا بس احنا ما بنعرفش. ممكن تكون بتخلص على حاجات قبل ما توصل لنا. لكن صحيح هو نفس المثل اهو، الراجل يشوع خاف احسن يرجعوا في كلامهم، قال لهم انتوا اخواتكم مش هيكملوا من غيركم، تروحوا تساعدوهم. فقالوا له طبعا احنا قد الكلمه. وامتلكون هم ايضا الارض التي يعطيكم الرب الهكم، ثم ترجعون الى ارض ميراثكم اللي هي شرق الاردن بقى، ها، وتمتلكونها التي اعطاكم موسى عبد الرب في عبر الاردن نحو شروق الشمس على الناحيه الشرقيه. فاجابوا يشوع قائلين كل ما امرتنا به نعمله وحيثما ترسلنا نذهب. واضح ان هم ابتدوا يحبوا الراجل. وشوفوا بقى حسب كل ما سمعنا لموسى، ها، نسمع لك، اللي هي نفس الكلمة اللي ربنا لسه بيقولها له، كما كنت مع موسى أكون معك. هم راخرين بقى ابتدوا يقولوها، إنما الرب إلهك يكون معك كما كان مع موسى. الله، لما الواحد يسمع التشجيع من مخدومينه ويقولوا له إحنا عارفين إن ربنا معاك، هو يعني كان مع مريرجس بس، متخافش يا أستاذ، متخافش يا أستاذ، هم اللي بيشجعوا يشوع. إنما الرب إلهك يكون معك كما كان مع موسى. كل إنسان يعصى قولك ولا يسمع كلامك في كل ما تأمره به يقتل، إنما أنت بقى كن متشددا وتشجع. كأن هم كانوا سمعين اللي ربنا بيقوله ليشوع، هي نفس تشدد وتشجع دي. الإصحاح الثاني، فأرسل يشوع ابن نون من شطيم، أهي يبقى هو فين دلوقتي؟ حتى اللي اسمها شطيم دي، رجلين جاسوسيين سرا قائلا اذهب انظر الارض واريحة. يبقى زي ما كنا لسه بنقرا في سفر العدد صح 13، مين اللي ارسل جواسيس قبل كده؟ موسى. وكان مين منهم؟ كانوا 12، 10 ما كانوش كويسين، واثنين اللي فلحوا. فقام يشوع غالبا اتعلم الدرس، قال انا من الاول ابعت اثنين بس، مفيش داعي نبعت 12 و10 يضل الشعب واثنين ينفع، احنا نبعت اثنين. فبعت فعلا اثنين جاسوسين سرا قائلا اذهب انظر الارض واريح. فذهب ودخل بيت امرأة زانية اسمها رحاب واتجع هناك. الآية دي لازم اقف عندها شوي ونشرحها. اولا ذهب ودخل بيت امرأة زانية، يعني ايه دخل ذهب ودخل؟ يجوز يكونوا اختاروا البيت ده بالذات لان ده البيت الوحيد اللي ممكن يدخلوه من غير ما حد يستغرب دخولهم. يعني لو خبطوا على اي بيت هيقولوا انت مين، جاي منين، رايح فين، انت ايه اللي هنا، وتبقى مشكله. لكن اختاروا بيت يبقى دخول رجاله فيه وطلوع مقبول اجتماعيا، لان واضح ان هي بلد شريره اصلا، والبيوت دي كتيره بموافقه الملك. هنعرف يعني كمان شويه ان الملك عارفها كويس جدا وعارف انها مش كويسه، وبعد بس يقول لها في رجلين عندك طلعيهم، مش اكتر، مش مثلا بطالي اللي بتاعك، لا، هي الحياة كلها اصلا كده، بلد فاسدة، وعشان كده ربنا سمح بحربها وحرقها ولعنها في اخر الاصحاح زي ما هنشوف. فيجوز يكون ده الاختيار. ناس تانية بتقول حاجة مختلفة، بتقول لا، ده هي رحاب دي كانت على شفا التوبة، على شفا التوبة، ولما ربنا لقى الثمر هتنضج كده قامت شافت اتنين من شعب بني اسرائيل وعرفت ان هم مش، لان هم شكلهم باين، بدليل ان بعد كده الجواسيس هيروحوا يبلغوا الملك يقولوا ده في اتنين من شعب بني اسرائيل جم. طب عرفوهم منين؟ بتعرفوا ليهم الهيئه والشكل والوش. فعرفت ان دول بتوع شعب بني اسرائيل اللي هم بيتكلموا عن ربنا الحقيقي ده. تعالوا بقى احكوا لي اعمل ايه، اتوب ازاي، اوقف ايه. والقصه دي بصراحه انا ميال لها. ليه؟ لان هي متكرره كتير في تاريخ الكنيسه. يعني مثلا نسمع عن القديس بيساريون والقديسة تائيس، كنت حكيت لكم عليها قبل كده، أو في قصة تانية مثلا القديس بيساريون والقديسة تائيس اللي هو كان من تلاميذ الأنبانتونيوس،
وسمع عن واحدة اسمها تأييس فتح بيت للخطية، أم راح وخبط عليها، افتكرته زي رحاب كده، راحت مدخلاه، لكن كانت مستوية. مجرد ما قال لها دخليني، يقول لها دخليني أوضة جوه، تقول له ما فيش أكتر من كده، طب ادخل جوه، طب ادخل جوه، يطلب بقول لك إيه، هي دي آخر حتة جوه، أنت لو خايف من الناس ما حدش يجي هنا، لكن لو خايف من ربنا ده بيشوف في كل حتة بقى وخلصنا يعني. فقال لها طب طالما أنت عارفة أنه بيشوف في كل حتة، إزاي قادرة تقعدي في الخطية طول العمر دوا؟ هو قال الكلمة دي وانهمرت العياط كله، يعني هي كانت واقفة على شعرة. يعني ربنا لما يختار توفيقه كده يختار الشخص فعلا اللي محتاج يجيله الكلمة دي دلوقتي. فالست دي كانت محتاجة الكلمتين دول من الناس دول. ونفس المعنى يتكرر على فكرة في كذا قصة برضو، اللي من مشهورين منهم القديس يوحنا القصير والقديسة بائسة. القديسة بائسة دي كانت من عيلة تقية مسيحية كويسة جدا، وأهلها كانوا ناس خيرين وبيعملوا عمل الرحمة، ولما راحوا السماء هما الاثنين هي قررت تروح بيت للعذارة، يعني نادرة نفسها لربنا وتوزع كل أملاكها وبتاع. قاموا وقف لها بعض الناس الأشرار، غيروا لها دماغها، وبدل البيت اللي كانت ناوية بتاع أبوها وأمها دول تبيعه وتروح لبيت العذارة، خلوا البيت ده خطية. مين اللي سمع كده؟ الرهبان عند دير أبو مقار أو مكان أبو مقار في القرن الرابع. فراحوا طلبوا من القديس يوحنا القصير، وكان أكبر واحد فيهم. القديس يوحنا القصير كان اللي بيدير تقريبا الرهبانة بعد أبو مقار بشوي. فروح مرضاش في الأول، لهم أنا ما روحش العالم تاني، قالوا لا ده في واحدة اسمها كذا ما ينفعش. فرح سايب الدنيا ورايح لها، ومجرد ما راح لها قال لها برضو، افتكرته في الأول برضو عايز خطية والتع، مجرد ما دخل قال لها بقولك ايه، أنا شايف على وشك دبان شياطين، الشياطين عمالة تلعب على وشك زي الدبان. كلمة زي كده انهارت منها، لأنها أنا اللي كنت في يوم من الأيام قديسة، دلوقتي الشياطين بتلف حوالين وشي. قلت له طب أعمل إيه؟ قال لها أول حاجة تسيب المكان البايظ ده، ومش عايزين منه حاجة ولا فلوس ولا أي حاجة. قلت له أنا مش عايزة أي حاجة، كانت على شعرة. وراحت سايبة الدنيا ونازلة معاه، ولدرجة أنهم في السكة دخلوا على الصحراء، فالدنيا ليلت. فقلت له أنا، قال لها لازم تريحي شوية. قلت له ريح فينا؟ لا روحي بعيد كده نامي، وأنا هنا روح بعيد هنا وأنا. فريحوا شوية لغاية ما صحيوا على الفجر، راح يشوفها لقاها انتقلت، وعمود نار طالع منها للسماء وصوت من السماء. هو اتضايق ساعتها، قال ما لحقتش تعمل حاجة دي، ولا لحقت تعمل أي ممارسات روحية، ولا تعرف ربنا بالتفصيل. لكن لما لقى عمود النار اللي طالع من جسدها للسماء دوا، وسمع صوت بيقول له إيه، توبت بائسة قد قبلت في السماء. فاطمن القديس يوحنا القصير ودفنها وكفنها، وإيه، وراح طمن الرهبان على رجوعها بالسلامة، وده اسمه رجوعها بالسلام. فكلمة إن ربنا يبعت حد، يعني يكون على شعره، يبعت له حد يصحصحه، دي كتيرة. وتلاقي على طول الكلمة هل ربنا يقبل توبتي. فده يمكن يكون ده اللي حصل. أقول لكم أكتر من كده بقى، في بعض الناس زودوا بقى أكتر وقال لك لا، خلي بالك إن في بعض الترجمات كلمة زانية قريبة قوي من كلمة صاحبة فندق، الكلمتين قريبين من بعض. فقال لك يبقى دي هي مش واحدة وحشة ولا حاجة، لا دي صاحبة فندق يعني مش أكتر من كده. بس أعتقد دي لأن قصة رحاب مذكورة مرتين تانيين في العهد الجديد، مذكورة في رسالة العبرانيين، ومذكورة في رسالة يعقوب. وفي المرتين متقال بوضوح جدا ان هي كانت واحدة زانية، وعشان كده هو بيمدحها بالرغم من كونها زانية. يعني مش هيجيب سيرة ان هي كانت صاحبة فندق، يعني بيتكلم ان هي بالرغم من كده ربنا نقلها. فحتة ان هي كانت مستنية اللحظة دي وربنا رتبها ان الاثنين دول يدخلوا لها في التوقيت ده، يبدو ان هي كانت الثمرة التي اوشكت على النضوج. اسمها رحاب والطجعة هناك. كلمة الطجعة هناك يعني بيته هناك، يحسن حد يفهم ان هي علاقة مش كويسة. اقول لكم بدليل ايه، لو نزلتوا شوية تحت هتلاقوا هي بتقول ايه بعد ما جم الجاسوسين. هقرأ دلوقتي بالتفصيل بس انا هنقل لحتة عشان كلمة الطجعة دي. بعد ما الجاسوسين جم
بعد ما جم قصدي رجالة الملك وسألوا هل عندك ناس جم من بني إسرائيل، قالت لهم لا ومش عارف ايه، مشيوا. راحت هي طلع لهم على السطح تقول لهم خلاص الناس اللي كانوا بيدور عليكم مشيوا. فمكتوب ايه؟ واما هما فقبل ان يضطجع صعدت اليهما الى السطح. يبقى مقصود ان اضطجع ايه؟ يناموا، ان هي كانتش معاهم. عشان بس الناس ساعات تقول لك ايه وبتاع، لا، هما عباره عن جاسوسين. زي ما ربنا خلى موسى يعمل في سفر العدد، يشوع برضو بعت اتنين، ام ربنا بعته للوحيدة اللي في البلد اللي في منها امل. ده ترتيب الله. البلد كلها بايظة وكلهم نفس العينة، بس دي اللي ممكن يجي منها، يوم ربنا يبعت لها الجاسوسين دول. فقيل لملك اريحة هوذا قد دخل الى هنا الليلة رجلان من بني اسرائيل لكي يتجسس الارض. اتعرفوا على طول من شكلهم ومن لبسهم وكده. فأرسل ملك أريحة إلى رحاب يقول اخرج الرجلين اللذين أتيا. طبعا المفروض لو واحدة بتهرب جواسيس المفروض يقول لها إيه؟ تعالي موتي، هنحكم عليك بأي حاجة. لكن يبدو أن هم على علاقة وعارفها كويس، فبعت لها قال لها الرجلين بس اللي عندك طلعهم لين، لأنهما قد أتيا لكي يتجسس الأرض كلها. فأخذت المرأة الرجلين وخبأتهما وقالت نعم جاء إلي الرجلان ولم أعلم من أين هما. طبعا هي بتكذب عشان ما نبرر لهاش، يعني هي ربنا هيمدحها بعد كده من أجل إيمانها مش من أجل كذبها. هو بالرغم من كذبها وبالرغم من زناها وبالرغم أن هي فيها صفات مش كويسة، إلا أن فيها حتة أمل. عارفين فتيلة مدخنة لا يطفئ، قصبة مردودة لا يقصف، يعني فيها حتة أمل. لكن مش معنى كده تصرف كان ده مظبوط، احنا مش بنبرره طبعا، الكذب مش صح. وكان نحو انغلاق الباب في الظلام أنه خرج الرجلان. ده هي بتقول لهم أنا معرفش مين دول جم منين، ده هو نحو انغلاق الباب، باب المدينة يعني باب أريحة بيتقفل على المغرب كده عشان ما يخشش أي أعداء ولا حاجة، أنه خرج الرجلان لست أعلم أين ذهب الرجلان. طبعا بتكذب. اسعوا سريعا وراءهما حتى تدركوهما. طبعا هي إنسانة عايشة في الخطية وبتكذب، ما نستغربش يعني. وأما هي فأطلعتهما على السطح ووارتهما بين عيدان كتان لها منضدة على السطح. منضدة يعني مفروشة، يعني السطح كده والكتان اللي لونه أبيض ده فرشاء على السطح كده ومدلدل من سور المدينة. هنعرف إن البيت بتاعها كان جزء من السور. السور بيبقى ضخم، ممكن حد يتمشى فوقيه والحراس بيعملوا سكنات ليهم فوق السطح فوق السور، يعني السور ليه عرض كبير. جزء من السور ده كده متقفل ومعمول لها بيت، ده بيتها. السطح بتاعه نشر فوقيه الكتان الابيض ده. فسعى القوم وراءهما في طريق الاردن الى المخاوض. المخاوض نهر الاردن عباره عن ميه، لكن في حتت عباره عن برك طين لازم عشان تعديها المركب ما تمشيش فيها، لازم تنزل وتشمر وتنزل في الطين وتاخد المركب تسحبها كده عشان تكمل على المية الناحية التانية. في حتة الطين ضحلة اسمها دي اسمها المخاوض. وحلما خرج الذين سعوا وراءهما أغلقوا الباب. إيه اللي حكاية خرج أغلقوا الباب؟ كان الباب لسه ما قفلش، قلت لهم دول نزلوا وخرجوا ساعة ما كان الباب كده في الغروب، فهما لما نزلوا الباب لسه مفتوح راحوا قافلين باب المدينة، ادوا الأمر بقفل باب المدينة. ليه؟ عشان ما يهربوش لو كانوا جوه او ما يدخلوش لو كانوا بره، فراح قافلين باب المدينة. واما هما فقبل ان يضطجع صعدت اليهما الى السطح وقالت للرجلين، هي دي بقى الكلمة، علمت. علمت دي يعني امنت، قد علمت انك تستطيع كل شيء ولا يعصو عليك امر. وقالت للرجلين علمت أن الرب قد أعطاكم الأرض. بصوا الكلمة قد إيه، دي الجملة اللي قالها ربنا ليشوع. رب أريحة دي أنا عارفة أنها وقعت في إيديكم خلاص، لأن إحنا أشرار جدا وإلهكم ده نقي جدا، هتقول لهم كده دلوقتي، فأنا عارفة أن محكوم علينا بالموت، وأنا عارفة أن نهايتنا كأشرار محتومة ومحتمة. طالما أنتوا ظهرتوا في الصورة انتوا جايين تقضوا علينا، انا عارفة الفساد اللي احنا عايشين فيه وانا اولهم. جميلة الحتة دي برغم من كل اللخبطة اللي هي فيها دي، لكن قلت لهم انا عارفة انا علمت ان الرب قد اعطاكم الارض
وإن رعبكم قد وقع علينا وأن جميع سكان الأرض ذابوا من أجلكم، لأننا قد سمعنا كيف يبس الرب مياه بحر صوف قدامكم عند خروجكم من مصر، وما عملتموه بملكي الأموريين اللذين في عبر الأردن سيحون وعوج. ده دي مذاكرة بقى، دي متابعة، والأخبار وصلت وهي من جوه حاسة ان احنا مصيرنا زي الناس دي. اصل الناس دي كانت عبدت اوثان وكل حياتهم شر وزنا ورخرة، فهي عارفة ان الدور جاي لها. الذين حرمتموهما سمعنا فذابت قلوبنا ولم تبقى بعد روح في انسان بسببكم. ده واضح ان هم مرعوبين. بصوا الكلمة اللي جاية حلوة ازاي، لان الرب الهكم هو الله في السماء من فوق وعلى الأرض من تحت. أنتوا إلهكم ده بتاع السماء وليه سلطان على الأرض كمان، دي بتقول أبانا الذي تقريبا، كما في السماء كذلك على الأرض. إلهكم ده أنا عارفة هينتقم مننا. فالآن أنا مش عايزة منكم حاجة غير حاجة واحدة، مش أنا خبيتكم، أنا عايزة المقابل. روح المقابل إيه؟ فلوس؟ معناش فلوس على فكرة، إحنا جواسيس غلابة جايين في السكة اللي بسنا مقطع ومعناش حاجة. هيقولون أنا مش عايزة فلوس، أنا عايزة منكم طلب واحد، لاني متاكده ان الارض ان بلدنا دي هتقع في ايديكم وهتتحرق لان هي تستاهل. انا ما تحرقونيش انا وعيلتي، احلف ليا بالرب واعطياني علامه امانه لاني قد علمت. بتقولها تاني، عملت سوري معكما معروفا، اسف، عملت معكما معروفا بان تعمل انتما ايضا مع بيت ابي معروفا وتستحيا. مين بقى؟ ابي وامي واخواتي واخواتي. لا دي بنت يعني ايه بتفكر في غيرها، يعني هي برضو صحيح فيها خطايا، بس احنا نبقى غلطانين لما نبص للناس اللي فيها خطايا ان هي كلها وحشة. لا، فيهم حاجات حلوة وربنا بيظهر لنا كده. ست عندها ايمان، عندها احساس بمدى خطيتها وخطية شعبها، عندها ثقة قوية جدا في الاله اللي هي سمعت عنه ما شافتوش. ده شعب بني اسرائيل شافوا ما امنوش، هي امنت وما شافتش، دي سمعت بس. طوبى لمن آمن، هي دي بقى طوبى لمن آمن ولم يرى بالضبط. وكمان عيلتها بتفكر فيهم وكل ما لهم وتخلص أنفسنا من الموت. فقال لها لهم لها الرجلان نفسنا عوضكم للموت إن لم تفشوا أمرنا، يعني ده احنا نموت ولا انتم ما تموتوش، بس مهم ما تفشوش أمرنا للحد. ويكون بصوا الكلمة اللي تكسف، ويكون إذا أعطانا الرب الأرض أننا نعمل معك معروفا. حرام عليكم، ده هي نفسها قالت أعطاكم خلاص، تقوم انتوا اللي جايين من أصحاب الشأن تقولوا يعني لو بتحصل لنا دي ولا بتحصل لناش. يعني تخيل انت تبقى في الشغل كده، صدقوني لسه حد قايل لي كده الأسبوع اللي فات، يعني حد في الشغل وعنده مشكلة، يقوم صاحبه اللي مش مسيحي ومش مالوش في ربنا كمان يقول له ايه بس انت انسان متدين، انا عارفك ده انت ما بتطلعش منك العيبة، ربنا مش هيسيبك يحللك المشكلة دي. يقول لي بقى انا مش جاي لي الاحساس ده وهو يفكرني بيه وهو يزود ايماني، اتكسفت على روحي. فنفس الكلام يعني رحاب هي اللي عندها ايمان وهم يقولوا يعني غالبا. فانزلتهما بحبل من الكوة، الكوة دي فين؟ الكوة دي بص على الناحية التانية من السور بقى، شباك صغير وبص، وعلى فكرة شباك صغير جدا لانه لو كان كبير ده يبقى خطر على البلد، لان ممكن ناس اعداء تخش من غالبا. ده باب اناره كده فوق، بس الشباك قصدي اناره فوق عالي طاقه بالظبط، لازم هم يطلعوا بقى ويتحشروا جامد قوي وينزلوا من القوه دي. لان بيتهما اهي بحائط السور وهي سكنت بالسور، سكنت بالسور يعني السور نفسه هو بيتها، عريض جدا. وقالت لهما اذهبا إلى الجبل لألا يصادفكما السعاء واختبئ هناك ثلاثة أيام حتى يرجع السعاء اللي هما رجالة الملك يعني، ثم اذهبا في طريقكما. فقال لها الرجلان نحن بريئان من يمينك هذا الذي حلفتنا به، هوذا نحن نأتي إلى الأرض فاربطي هذا الحبل من خيوط القرمز في القوة التي أنزلتنا منها. يعني بنقولك إيه، إحنا مش هنعرف نحتفظ بالحلف اللي إحنا قلناه لك ده لأن مش هنميزك ما بين بقية البيوت، فأربطي في الشباك بتاعك حبل لونه كرمزي. كرمزي يعني ايه؟ يعني تخيلوا كده هي فرشة اللي مركز، هي كانت فرشة ايه على السطح ابيض ونازل منه خط احمر كده، يعني هي على السطح مدلدلة حاجة بيضة ومن الشباك منزلها حاجة حمر، يبقى زي ما يكون لون ابيض ونازل منه دم احمر مش كده. الذين بيضوا ثيابهم
وغسلوها في دم الخروف. فعلامة مين قبل كده أيام موسى اتحط عليه علامة حمراء فما حصلوش حاجة؟ شعب بني إسرائيل لما حط على العتبة العليا وقائمتين دم وذبحوا خروف نقي ساطع من النقاء والصفاء وخدوا من دم وحطه، نفس الكلام ده لون أبيض نازل منه خط أحمر، بكده نعرف إن ده بيتك التي أنزلتين، واجمعي إليك في البيت أبوك وأمك وإخوتك وسائر بيت أبيك، فيكون أن كل من يخرج من أبواب بيتك إلى الخارج فدمه على رأسه ونحن نكون بريئين، أما كل من يكون معك في البيت فدمه على رأسنا إذا وقعت عليه، إذا وقعت عليه يد. يبقى إيه الحتة دي؟ أن اللي جوه البيت محمي، اللي جوه البيت الأبيض اللي طالع منه خط أحمر ده محمي، اللي بره ما نضمنش. فعلشان كده البيت بتاعنا الكبير ده اللي عليه أبيض وخط أحمر هو نفس البيت اللي احنا ساكنين، نفس البيت بتاع موسى، البيوت بتاعت شعب بني إسرائيل دي البيوت اللي يعدي عليها الملاك المهلك معرفش يدخل. وإن أفشيت أمرنا هذا نكون بريئين من حلفك الذي حلفت، برضو مخوننها مش راضين يصدقوا خالص. فقالت هو هكذا حسب كلامك وماشي زي ما بتقول، وصرفتهما فذهب وربطت حبل الكرمز في الكوة. دي ايه ده؟ ده هي قالت لهم روحوا استخبوا 3 ايام، مش لسه قال لكم كده استخبوا في الجبل 3 ايام وبعد كده روحوا شوفوا مع يشوع بقى وبتعالوا حرب، يعني القصة لسه قدامها. لكن هي مجرد ما مشيوا علامة انا نويت اتوب خلاص، يعني ثقة ان هي مش هتأجل لما يبقوا يجوا بقى نبقى ربنا، لا ده انا دلوقتي خدت القرار اقوم واذهب الى ابي واقول له اخطأت يا ابتاه في السماء وقدامك ولست مستحقا ان ادعى لك ابنا. فهي خدت القرار فوري وعلقت الكرمز من ساعة من اللحظة اللي هما نزلوا منها بس. فانطلق وجاء الى الجبل ولبس هناك 3 ايام زي ما هي قالت لهم، حتى رجع السعاة وفتش السعاة في كل الطريق فلم يجدوهما، ثم رجع الرجلان ونزل عن الجبل وعبر واتيا الى يشوع ابن نون وقص عليه كل ما اصابهما، وقال ليشوع ان الرب قد دفع بيدنا الارض كلها وقد زبس كل سكان الارض بسببنا. يعني راحوا طمنوه وقالوا له ده هم هناك عاملين لنا 1000 حساب على فكرة، ده احنا ايماننا ضعيف جنبهم، ده هم هناك عارفين كويس قوي ان الارض بتاعتهم دي هتقع لان هي مليانة خطية. تخيلوا ده الخبر اللي رجعوا بيه ليشوع، يعني مش مثلا قالوا له هناك بقى شفنا معسكرات وبتاع. طب انا اسأل سؤال، يعني ايه الفايدة اللي ظهرت من وراء الجاسوسين؟ يعني يشوع بعت الجاسوسين عشان يتجسسوا، راحوا معرفوش يعملوا اي حاجة غير ان هم دخلوا البيت لقوا الناس بيدوروا عليهم راحوا نطين من الشباك وراجعين. طلع ان القصة كلها معمولة عشان خاطر مين؟ عشان رحاب، هي عشان خاطر رحاب دي، هو عشان خاطرها نجيب الجاسوسين ونرجعهم تاني جري ونبهدلهم شوية، بس المهم نخلص في نفس جوه البلد دي لازم تخلص. تفكرنا بقصة مين؟ برافو لوط. لوط ربنا ينزل ملكين مع ربنا ويقابلوا إبراهيم ويدوله علامة عشان يروح يطلع لوط ومراته وقراي وعياله، وبعدين كلهم يطلعوا فازين أصلا وحتى مراته، بس عشان لوط والبنتين برضو حتى اللي هم بس أي فتيلة مدخنة. عشان كده نعرف إن ربنا لما يقول لي يشوع خش على البلد دي كل اللي فيها يحرم، تعرف ان مفيش منهم اي ادنى امل. ده احنا صعبان علينا ان ربنا يخلص واحدة زانية، ساعات كده الواحد يعني لا، ده هي دي طالما فيها حتة امل بتحب اهلها، ده الحتة العدلة اللي فيها بتحب اهلها، ولما سمعت عن شعب بني اسرائيل خافت فامنت، لا دي تخلص دي نطلعها دي، مع انها يعني مش للدرجات دي يعني، لا وربنا عنده اي حتة كأس ماء بارد لا يضيع اجره. وتطلع القصة كلها عشان خاطر رحاب. رحاب دي بقى اللي احنا ممكن نكون مستقلين بها، رحاب دي في الإصحاح اللي جاي هتتجوز واحد من الجاسوسين دول اسمه سلمون، وسلمون او سلمون ده اللي هيجيب بعد كده بوعز، وبوعز ده اللي هيتجوز مين؟ رعوس، ورعوس دي اللي هيجي من نسلها مين؟ السيد المسيح. يعني رحاب بعد كده هتتحط في نسب السيد المسيح، يعني ربنا من وسط البلد دي كلها
ومن وسط كل شعب بني إسرائيل يروح على رحاب دي طلعها زي الشعرة من العجين كده، ومن أجل جمالها دوة وتوبتها الكبيرة دي تبقى واحدة من جدات المسيح. والحد النهاردة يصعب على بعضنا نقول لربنا يختار واحدة من جداته كانت زانية. أيوة كانت عند ربنا كلمة كانت يعني تابت، وطالما كانت مش مازالت يبقى تابت، وطالما تابت خطاياكم إن كانت زي كرمز تبيض كالثلج. ده في واحدة تانية كمان في نسب السيد المسيح برضو كانت زانية أو زنت على الأقل، في واحدة أشهر بتشبع مش كده، مش ده كان زنا آخر برضو؟ إيه ده؟ لا، ربنا بالنسبة له طالما في توبة وحياة نقية بعد كده قصد يحط في نسبه كده، عشان إحنا نبقى بالنسبة لنا نقول يعني هنعمل إيه في حياتنا مهما عملنا ومهما حلمنا. مهما عملنا مش هنكون محترفين، ربنا يحمي الكل، مش هنكون محترفين زنا، ومهما حلمنا مش هنبقى من نسب المسيح. يوم يطلع كده واحدة محترفة زنا وبقت من نسب المسيح. غير المستطاع عند الإنسان مستطاع عند الله. ده أنا عايز أقول لحضراتكم الشخصية اللي هي كانت ثم أصبحت تفكرني بواحد اسمه القديس يوحنا الدرجي. آخر حاجة أقولها لكم عشان الساعة خلاص 9، واحد اسمه القديس يوحنا الدرجي. القديس يوحنا الدرجي ده كان عايش في القرن الخامس الميلادي فين؟ في سينا. هو اسمه القديس يوحنا الدرجي أو القديس يوحنا السينائي. القديس يوحنا الدرجي كان عايش في منطقة سينا، وراح هناك يزور دير اسمه دير التائبين. ايه دير التائبين ده؟ أتاري عاملين هناك، كان في أديرة كتير في سينا على فكرة، في دير عاملينه مخصوص اللي يغلط في الرهبان يودوه الدير ده يتأدب شوي، ياخد بقى قانون صعب ومطنيات ايه والصيام ايه عشان يجمد كده وهما يرجعوا ديره. فراح يزور الدير اللي اسمه دير التائبين ده. مش عايز اقول لكم يعني، اللي عايز يقراها بقى يروح يقرا كتاب اسمه السلم الى السماء. هو اسمه يوحنا الدرجي او يوحنا السلمي او يوحنا السنيعي، يعني سلم للسماء. هو الكتاب عباره عن يقولك عشان توصل للسماء محتاج تطلع سلمه سلمه، ففي سلمه منهم سماها الاتضاع. الباب ده بقى تقروا تلاقوا فيه ايه؟ يقولك ذهبت الى دير التائبين، فيقول لك دخل على اول واحد قال له احكي لي حكايتك، قال له اسكت انا ما استاهلش اقعد وسط الناس القديسين دول. قال له ليه؟ قال له عشان انا وقعت في الزنا. قال له راجل يعني اتلخبط، قال له وقعت في الزنا؟ قال له ايوه، زنا عدم الطاعه. قال له ايه زنا عدم؟ قال له ابدا، كان رئيس الدير بتاعي قال لي انزل البلد جيب لنا حاجات من المدينه علشان الدير، وكان مديني 3 ايام، انا قعدت 4 ايام سمعتش كلامه، فرجعت هنا فقعدني في الدير هنا عشان اتوب، وصدقني انا كنت استاهل اكتر من كده. طبعا يوحنا الدرجي باصص له كده يقول له طب وهترجع امتى؟ قال له لا انا بقالي هنا 15 سنه. قال له وبعدين؟ قال له صدقني طلبت من رئيس الدير كتير انه ما يرجعنيش ابدا، انا مبسوط بحياه التوبه دي. ساب الاولاني وراح للتاني، قال له انت ايه حكايتك؟ قال له انا رئيس الدير بتاعي وقفني هنا على باب الدير اوطي اعمل مطانية لكل واحد داخل اقول له صلي لي لاني مسروع. قال له يعني ايه مسروع؟ قال يعني فيه شيطان. قال له ليه فيك شيطان؟ قال له علشان المايدة اللي بنقعد عليها واحنا بناكل الرهبان كنت بقعد اتكلم واحنا بناكل. قال له طب وبعدين؟ بالك هنا قد ايه؟ قال له بقى لي 10 سنين قاعد الوقف هنا على الباب، وسيدنا قال لي تقف هنا وتعمل مطانية لكل واحد تقول له صلي لي عشان انا جوا شيطان. وانا ما تتصورش مبسوط قد ايه، بس انا ليه عندك رجاء لو بتحبني. قال له ايه؟ قال له لو انت ليك كلام مع رئيس الدير. فتوقع بقى انه يقول له خليه مشيني. قال له انا سمعت انه هو ناوي يرجعني الدير تاني بتاعي، ممكن تروح تطلب منه بس يقعدني كام سنة كمان، أنا لغاية ما استوي أنا هحس إن أنا بقيت أحسن. فراح الراجل القديس يوحنا راح لرئيس الدير وقال له الراجل اللي واقف على الباب بقاله 10 سنين دوا بيقول لك يا ريت بس تسيبه وإيه وما ترجعهوش علشان هو
مش عايز يرجع الدير وفرحان يقعد يعمل مطنيات للناس كده. فقال له خلاص نسيبه أسبوعين. وهو قعد قديس يوحنا في الدير ده أسبوعين. فبعد أسبوعين اتنيح أبونا الواقف على الدير ده. يقوم رئيس الدير يطلع قرار أنه يدفن في مقابر المعترفين. المعترفين اللي هم مين؟ اللي هم الناس اللي جم يستشهدوا بس ما ماتوش، لكن اتثابت جواه معاها على اسم المسيح. فقال لك ده يقام مقام المعترفين ويدفن مع المعترفين. رجع بقى القديس يوحنا الدرجي دوا وكتب لنا في آخر الشابتر ده جملة بقى جميلة جدا تفكرني أنا بقى وأنا بقرأ رحاب دي. يقول من كتر وقعد يحكي حكايات كتير، بقول لكم اللي عايز يقرأ الشابتر ده هيتعجبه جدا بس ما يتعقدش يعني. بس فرجع القديس يوحنا وراح كتب لنا جملة كده، قال لنا لقد طوبت الذين أخطأوا ثم تابوا أكثر من الذين لم يخطئوا فلم يتوبوا. يعني واحد غلط وعرف الخطية وبعد كده تاب أفضل من واحد أصلا من الأول كويس معرفش حاجة اسمها خطية. عشان كده بنقول لبعض وبنقول لأولادنا ونقول لنفسنا ما تتضايقش انك في يوم من الأيام غلط، لأن الغلطة دي تدخل بعد كده على الحياة الروحية أقوى، وربنا يبيض الخطية وينظفها فتدرك قد ايه كانت سودة قوي ثم بيضت قوي. عشان كده الآية تقول لك السماء تفرح بخاطئ واحد يتوب أكتر من 99 لا يحتاجون إلى توبة أبرار. فما تستخسرش الوقت اللي كنت فيه بعيد عن ربنا أو اللي يمكن لخبطت فيه في يوم من الأيام. لقد طوبت الذين أخطأوا ثم تابوا، لأن عرفوا يدوقوا يعني كلمة توبة. الأبرار دول ما عرفوش يدوقوا يعني إيه التوبة، ما دقوهاش دي من كتر ما هم حلوين ما عملوش حاجة غلط أصلا، فمش عارفين يعني إيه طعم واحد كان متضايق قوي من الخطية ودق قوي قد إيه ربنا حلو. ربنا يدينا نعمة وبركة، منفعنا بصلوات يشوع، ونشوفكم الأربع اللي جاي لإلهنا المجد الدائم للأبد. آمين.